غير ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الرجال ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. سنأتي لشرح هذا عموما. كل مكروه يصيب بني آدم إما أن يكون هذا المكروه قد مضى فهو يورث حزنا في القلب، وإما أن يكون هذا المكروه متوقعا أن يقع أن يكون، فهذا يسمى هم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل مما هو كائن قادم يرتقب من شر أو مما قد مضى، لأن النفس عياذا بالله إذا كانت تتقلب ما بين الهم والحزن فإنها لن تقدر على عبادة الله، لن تصبح مقبلة على الله في صلواتها، فحزنها وهمها يشغلانها عما يكون مما يراد منه من الخشوع والخضوع والخشية لله في صلاتها، لأن ذلك الهم والحزن صارف عن الخشية، صارف عن الخشوع، صارف عن كمال الانقياد في الطاعة. فلهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، واستعاذ صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل. العجز هو ترك الشيء مع عدم القدرة، وأما الكسل فهو التثاقل، التباطؤ، الفتور، التراخي، وهي صفة مذمومة. قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، قالها ربنا في وصف المنافقين. فالمؤمن لا يعجز ولا يكسل، وإنما يرضى بقدر الله، نفسه طامحة للخير، لديه همة للعمل الصالح. الكل يسمع الأذان، فثمة أناس ابتلوا بأمراض لا يقدرون على أن يجيبوا المؤذن، وثمة أناس منذ أن يسمعوا المؤذن يأخذون بهدي نبيهم يتركون ما في أيديهم، وثمة أناس ليس عاجزا مثل الأول ولا ذاهبا للصلاة مثل هذا الموفق، وإنما يتكاسل حتى تقام الصلاة، قد يدرك الركعة الأخيرة وقد لا يدرك شيئا، وقد يجعلها يصليها منفردا في آخر وقتها. وهذا ضرب من المثل، ضرب من الحال، وإلا في الأحوال في العبادات كثيرة. ولهذا ذم الكسل في كتاب الله: اللهم إني أعوذ بك، نبينا يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والإنسان عياذا بالله صفتان مذمومتان، متى ما كانت فيه فهو إلى الهلاك وعدم النفع أقرب، الكسل والضجر. فإن المرء الذي يكسل عن المكرمات ولا يريد أن يحمل نفسه على الضيم حتى تنال معالي الأمور هذا هالك. فإن قدر أن البعض يبدأ لكنه لا يلبث أن يضجر فلا يستمر، لا يمضي، يصيبه كسل فيتراخى ويتراجع ويضجر عما اتخذه من طريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الهم والحزن، واستعاذ بالله من العجز والكسل، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الجبن والبخل. الجبن هو عدم قوة القلب على ما يطلب منه وينبغي عليه أن يقوم به، والبخل هو إمساك اليد عن الإنفاق. والإنسان ثمة حقوق على نفسه وثمة حقوق على ماله، فالجبن يمنعك أن تؤدي حقوق نفسك، والبخل يمنعك أن تؤدي حقوق مالك، وكفى بذلك طريقا للخسران. هذا معنى وأعوذ بالله من الجبن والبخل. ولهذا مدح الإنفاق في سبيل الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وهذه الآيات في هذا المعنى كثيرة. وذم الخوف، وقال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.